Assalamu alaikum. اسمي آمنة. في لندن يجب أن نتابع توجيهات الصحة العامة لكي نمنع انتشار في فيروس الكورونا. أنا متأكدة أنكم تريدون الحفاظ على صحتكم وصحة عوائلكم وأصدقائكم وتحافظون على خدمة الصحة الوطنية. من المهم أنكم تتبعون النصائح التالية. إذا تشعرون في أي حالة مرضية وتتوقعون أنكم مصابين بفيروس الكورونا، عليكم أن تفحصون أنفسكم بأسرع وقت ممكن. لا تنتظرون. تستطيعون أن تفعلوا ذلك من خلال الاتصال على 119 أو من خلال الموقع الـ NHS. في حال ظهور الأعراض عليكم أن تعملون اختبار وتعتزلوا في المنزل حتى تظهر النتيجة. الأعراض هي الأصابع بسعال مستمر، ارتفاع ملحوظ وحاد في درجة حرارة الجسم، فقدان أو تغير في الإحساس بالشم أو الذوق. ارتداء قناع في الأماكن العامة مثل القطار أو الباص أو المحلات ستمنع انتشار الفيروس. وآخراً، ساعدوا في حد انتشار الفيروس لكي تحافظوا على صحتكم وصحة الآخرين.